بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. يوم الجمعة 18 جوان 2021. نحن الآن في مدينة بوعنداس في إطار العمل الجمعوي مع قوافل جمعية القوافل الطبية خير سطيف. هذه القافلة تعتبر القافلة رقم 38 اللي كنا درناها لعدة مناطق محيطة بسطيف. مدينة بوعنداس تبعد على سطيف حوالي 70 كيلومتر من الناحية الشمالية، يعني من منطقة القبيل. راكم كيما راكم تشوفوا منطقة جبلية نائية، وإن شاء الله بعد قليل نبدأ الفحوصات الطبية المتخصصة في تخصصات مختلفة، منها أمراض القلب، طب الأطفال وجراحة الأطفال وطب النساء. وانا ان شاء الله راني نمثل، راح نكون في جراحة الاطفال. هذه القافلة رقم 38 وان شاء الله ستتبعها قوافل اخرى. وشكرا على المتابعة. هذا مدخل الابتدائية اللي راح تتم فيها عملية الفحص. جمعية أصدقاء المريض بوعنداس، يعني بالتنسيق مع هذه الجمعية. كل أقسام الابتدائية تقريبا مجهزة للفحص، كل قسم فيه فحص معين. هذا القسم هذا هو طب الأسنان، القسم الأول طب وجراحة الأسنان. طب وجراحة الأعصاب. جراحة عامة ومسالك بولية. شكرا. لاباس خير؟ السلام عليكم. طب الأطفال. السلام عليكم. أزول في اللون. طب أمراض القلب. بث مباشر. أول بث مباشر. طب الأذن والحنجرة وغيرها. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. طب العظام. السلام عليكم. وهذا
اسم الجمعية جمعية القوافل الطبية سطيف الخير اللي منظمة هذه القافلة بالتنسيق مع جمعية أصدقاء المريض وعندس. بالإضافة للفحوصات الطبية كان هناك صيدلية كذلك. السلام عليكم، هذا أخونا عادل. عادل بقى طبيب حديث القافلة، طبيب أطفال من الناشطين اللي راهم يحضروا القافلة. هنا طب النساء والفحص مزود بجهاز إيكوغرافي. هنا في هذه القاعة راح يكون فيها حملة تبرع بالدم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. طبيب شراك بخير. هنا عندنا صيدلية. الصيدلية تحتوي على أدوية متنوعة. طبعا من تبرعات. يعني بعد الفحص مباشرة المريض يتوجه نحو الصيدلية لأخذ الدواء إذا كان موجود. سلام الحاج. بس هاو بدا بعد يسربي في الدواء قبل الفحص. ها هاو واحد هو الاول بعد الضيف. هاو جاب له وصفه وبدا يسربي في الدواء قبل الفحص. هاو الصيدلي يشوف الوصفه. الصيدلي راه في اضرار وقيلا. اضرار ايه. هذا الصيدلي من سطيف وعنده صيدليه في اضرار. قول لك راح البشير. راح البشير بن خجام. هذا اخونا اديب. اهلا. احد الناشطين في جمعيه تاعنا والمترشح للسياسيات قبل التشريعيات عقب الرئاسيات ان شاء الله. طبيبه نروح الى بن خجام. جراحه الاطفال ورا. عالج البابي برك. جراحه الاطفال ورا. جراحه الاطفال وين هاي. السلام. السلام عليكم الحاج. السلام عليكم. السلام عليكم الزول في اللون. الزول في ذاك العسلامة ينيك. الطب الداخلي الطب العام. ولكن علاش طب؟ ايه مرحبا. تراجعوا تراجعوا زيسن ونسعى للطونسيون تنتوي ديال الطونسيون بروغرامينا في الساعة 12 ولاش؟ مشكلة. مشكلة التأخير لأن لبعد البعد تاع المكان وكاين سيركيلاسيون في الطريق. راه يحكي قال لك حنا عاد بالنا نبداو بالصباح. وجيتو حتى العشرة بزاف. وان شاء الله هدرك لنا شوف لا بريبارا ما جايز. لا لا صح. صحيح. انا مقلقي كاين لي روايه المفروض يجوع 6 6 ونص 4 نقول. شكرا بارك الله فيك. تنميرت هذه امراض صدريه. امراض صدريه طب الجلد. طب الجلد والأمراض المعدية. وبعد من دقيقة أنا راح نبدأ الفحص تاعي تاع جراحة الأطفال
خليكم حتى من بعد ان شاء الله الى اللقاء.